اهلا بكم يا اصدقائي في سبوت اون المشاهير. هذا الفيديو الذي امامكم يظهر فيه الحبيبين افرا سراج اغلو وحبيبها مارت رمضان ديمير من كواليس تصوير مسلسل طائر الرفراف الحلقة 80، وهما يحضنان بعض ويتكلمان ويعيشان لحظات رومانسية قبل بدء التصوير. والذي في الفيديو هو مارت وأفرا، ليس سايران وفريد، أي إن هذا الفيديو حقيقي، ليس من تصوير مشهد وإنما من الكواليس. هذه آخر التحديثات، شكرا للمشاهدة، نلتقي إن شاء الله بالفيديو القادم، إلى اللقاء.